هي كلها عوامل مؤثره زي ما حضرتك قلتي، لكن ممكن نرتبهم يعني بالترتيب. يمكن دلوقتي في اصوات بتقول ان ممكن يتم خفض الفايده في الشهر اللي احنا موجودين فيه قبل سبتمبر، دي لو حصلت هتدي بوش جامده او دفعه جامده للطلب على الذهب، ممكن نشوف ارقام قياسيه جديده لو حصل خفض الفايده في شهر اغسطس، ودي نمبر 1. طبعا لو حصل ان في برضو احد الموجودين في السياسات الفيدراليه قال ان لا ممكن في شهر سبتمبر نفسه ما يتمش خفض الاسعار الفايده، ده هيبقى عنصر سلبي، ودي اكتر المؤثرات اللي بتتم على دي اكتر الحاجات المؤثره على الذهب وعلى اسعار الذهب. يمكن دلوقتي يمكن بعد ما شفنا مثلا العمليات الاغتيال اللي قامت بها اسرائيل خلال الفتره الماضيه ما اثرتش بشكل كبير، على قد ما شفنا الارقام اللي طلعت على سوق العمل اثرت بشكل اكبر كتير جدا على اسعار الذهب. دي نمبر 1. نمبر 2 هتبقى التغيرات الجيوسياسيه، طبعا لو حصلت اي ضربات انتقاميه ودخلت امريكا، في وفد امريكي جاي الشرق الاوسط المفروض خلال الاسبوع اللي احنا موجودين فيه، فبالتالي لو حصلت اي ضربات انتقاميه في هذه الفتره هتبقى لها تاثير نمبر 2 على الذهب، وتيجي بعد كده بقيه العناصر اللي حضرتك ذكرتيها.